السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم لدينا سؤال، وهو أنه لو جاءك رجل يريد أن يخطب أحدا فسأل عن الرجل وأنت تعرف أن له عيوب، فهل تقول عيوبه بالتفصيل أو أن تقول فلان يعني لا يناسبكم فابعدوا عنه؟ نذكر الجواب مع النووي رحمه الله نقلا مع عبد الرزاق بن محسن البدر في التبيان شرح أخلاق حملة القرآن للأجري، تكلم من طالب العلم يعني لا يغتاب، ثم ذكر عن الغيبة وتوسع. قال النووي في كتاب الأذكار: علم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة، والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب. ثم ذكرها إلى أن قال: والرابع تحذير المسلمين من شره ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة الحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل هو واجب الحاجة. عموما قال: ومنها إذا ما استشارك إنسان في مصاهرته، يعني يصير صهرك، أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته وغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ. يعني لو جاءك تقول له فلان ما يناسبكم، إذا كان هذا يقتنق وخلاص جزاك الله خير ويمشي، نقول ممتاز، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ. وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه، تقول فلان في كذا وفي كذا وفي كذا فلذلك لا يناسبكم. والله المستعان.